بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو الصغير ده ان شاء الله هنتكلم عن الاناتومي بتاع البلورا. في الاناتومي بتاع البلورا لازم نعرف نقط محدده. اول حاجه نعرف اللييرز بتاعت البلورا، ايه الطبقات بتاعتها. تاني حاجه هنعرف البارتس بتاعت البلورا. بعد كده هنعرف السيرفيس اناتومي بتاع البلورا ونشوف ايه الفرق بينه وبين السيرفيس اناتومي بتاع اللنج. بعد كده هنعرف الريسيسز اللي موجوده في البلورا، وبعدين هنتكلم عن البلاد سبلاي والنيرف سبلاي اوف بلورا. اول حاجه البلورا دي عباره عن ايه؟ عباره عن واحد من السيروس كافيتيز. احنا عندنا قلنا ثلاثه سيروس كافيتيز كبار في الجسم. السيروس كافيتي اللي محوط الابدومينال فيسرا اسمه بريتونيوم، اللي هو الغشاء البريتوني. السيروس كافيتي اللي محوط اللنج الهارت واتكلمنا عنه وقلنا بريكارديوم او غشاء التامور. السيروس كافيتي اللي محوط اللنجز اسمه بلورا او الغشاء البلوري. اللييرز بتاعتها ايه؟ البلورا بتتكون من تو لييرز، زيها زي البريكارديوم وزيها زي البريتونيوم لما ناخده، هنعرف ان هو بيتكون من تو لييرز. التو لييرز دول هما الفيسترال لير والبارايتال لير. كلمة فيسترال معناها حشوي، ومقصود بيها الأحشاء الداخلية أو الأعضاء الداخلية بالجسم، وده اللي قربها الشديد من اللنج، بتلامس اللنج حتى عند الفيشرز، عند الإليفيشنز، أي ديبريشن، أي حاجة هي لازقة في اللنج مباشرة. طيب اما البرايتال، كلمه برايتال معناها جداري، وبتتقال ان لقربها من جدار الثوركس، لان هي ان انتمت كونتاكت مع الثوراسيك وول ومع الدايفراجم، علشان كده بنسميها برايتال لير. بين التو لايرز دول، بتوين التو لايرز موجود سبيس، في سبيس اسمه ايه؟ اسمه بلورال كافيتي. والبلورال كافيتي ده موجود فيه كميه قليله قوي من السيروس فلويد، كونتين مينيمال اماونت، مينيمال اماونت اوف سيروس فلويد. ده الطبيعي ان هو يكون فيه سيروس فلويد بس كميته قليله قوي، قليله قوي لدرجه ان هي لو زادت يبقى ابنورمال، بنسميها هايدروثوركس. يبقى الهايدروثوركس ده انكريزد اماونت اوف سيروس فلويد اللي موجود في الايه؟ في البلورال كافيتي. طيب ممكن السيروس فلويد ده يتغير؟ ممكن بس ابنورمال. ممكن مثلا في حالات المالجنسي يبقى في بلاد فنسميها هيموثوركس. ممكن لو واحد خد تروما ستاب ووند مثلا وفتحت البلورا والبلورا دخل فيها هواء نسميها ايه؟ نسميها نيموثوركس. وممكن كومباينيشن، يعني مثلا هيمو نيموثوركس يبقى في بلاد واير موجودين، او هايدرو نيموثوركس يبقى في بلاد، يبقى في قصدي اير و اير وسيروس فلويد انكريست. ده بالنسبه لللايرز بتاعت البلورا. التو لايرز بيبقوا متواصلين مع بعض، متصلين مع بعض في الميديال سيرفيس، وهنشوف كمان شويه ازاي. طيب ايه البارتس بتاعت البلورا؟ البلورا اللي مغطيه الايبكس بتاعت اللنج بنسميها سيرفايكال بلورا. سيرفايكال ليه؟ لانها موجوده في النك. سيرفايكال بلورا بتغطي الايبكس اوف ذا لانج، كفرز ايبكس اوف لانج. في جزء تاني اسمه كوستو فيرتبرال بلورا، وده بيبقى مبطن الثوراسيك وول لاينز الريبس اند فيرتبرا، يعني بيغطي ال كوستال سيرفيس والفيرتبرال بارت بتاع الميديال سيرفيس. الجزء اللي بعد كده اسمه دايفراجماتيك بلورا، وده بنسميه دايفراجماتيك انه ريليتد للدايفراج، يبقى ريليتد تو دايفراج مباشره. الجزء الاخير اللي ريليتد للميدياستاينم، وده بنسميه ميدياستاينال بلورا. ميدياستاينال بلورا وده ريليتد تو ميدياستاينال. تعالوا نشوفهم كده مع بعض. لو انا عندي اللنج بالمنظر ده، الرايت لنج، فالفيسرال بلورا لازقه فيها مباشره بالمنظر ده. الفيسرال بلورا لازقه في اللنج مباشره.
طب والبرايتال بلورا؟ البرايتال بلورا ريليتد للول، الاثنين كونتينوس مع بعض عند الميديال سيرفيس. ايه ده؟ ده في جزء اهو ما فيهوش بلورا، الجزء ده ما فيهوش بلورا. اه ده الجزء بتاع الهايلم بتاع اللنج او الروت بتاع اللنج، والريفليكشن اللي بين الفيسرال والبرايتال لير ده اللي بنسميه بالمونري ليجامنت. البالمونري ليجامنت دي كده ميدياستاينال بلورا. كده دخلنا في الكوستو فيرتبرال بلورا، لان ريليتد للفيرتبرا وريليتد للريبس كده. دي بقيه الميدياستاينال بلورا. طب والدايفراجماتيك بلورا؟ لا الدايفراجماتيك بلورا ما اقدرش اشوفها في الرسمه دي. الدايفراجماتيك بلورا تبان في الرسمه الثانيه اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي. ده بالنسبه لليفت لونج. السبيس اللي بين الفيسرال بلورا والبرايتال بلورا اللي هو السبيس ده اللي بنسميه بلورا الكافيتي. طيب تعالوا نشوف الكلام هنا كده. اللي مغطي الايبكس بتاع اللونج ده بنسميها سيرفايكال بلورا. ليه؟ لان موجوده في الروت اوف ذا نيك. دي الكوستال بلورا اهي اللي مبطنه الريبس والثوراسيك وول. وبعدين دي الدايفراجماتيك بلورا اللي ريليتد للدايفراجم، ودي الميدياستاينال بلورا اللي ريليتد للميدياستاينم او الميدياستاينال سيرفيس، وريفليكشن بيحصل هنا. نفس الكلام على الناحيه الثانيه. خلاص؟ يبقى عرفنا اجزاء البلورا سيرفايكال وكوستو فيرتبرال ودايفراجماتيك وميدياستاينال. السيرفيس اناتومي بتاع البلورا سيميلر تو سيرفيس اناتومي اوف لانج. يعني ايه؟ يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه في السيرفيس اناتومي بتاع اللانج هو السيرفيس اناتومي بتاع البلورا. اكسبت الانتيريور بوردر. اكسبت مين؟ الانتيريور بوردر. الانفيريور بوردر. ايه الاختلاف في الانفيريور بوردر بتاع البلورا عن اللانج؟ الانفيريور بوردر بتاع اللانج كنا بنقول 6 8 10، 6 عند الميد كلافيكولار لاين، 8 عند الميد اكزيلار لاين، 10 عند البارافيكتيبولار لاين. لا احنا هنا بدل ما نقول 6 هنقول 8، وبدل 8 هيبقى 10، وبدل 10 هيبقى 12. هيبقى موجود قصاد ال 8 ريب عند الميد كلافيكولار لاين، عند ال 10 ريب عند الميد اكزيلار لاين، وعند ال 12 ثوراسيك فيرتبرا عند البارافيكتيبولار لاين. بعض الكتب كمان تقول لك ان الايبكس المفروض ان احنا في اللنج نقولها نص انش بس، لكن في البلورا نقولها 1 انش لان البلورا اعلى شويه. طيب ده بالنسبه للسيرفيس اناتومي. النقطه اللي بعد كده الريسيسز، والبلورا بيبقى فيها تو ريسيسز، كوستو ميدياستاينال ريسيس، ودي كنا قلناها مع الانتيريور بوردر بتاع اللنج لما قلنا ان الانتيريور بوردر موجود وزن الكوستو ميدياستاينال ريسيس، والتاني اسمه كوستو دايفراجماتيك ريسيس. طيب تعالوا نفهمهم هنا اكتر. الكوستو ميدياستاينال ريسيس ده فين؟ الكوستو ميدياستاينال ريسيس ده اهو، ده الاكستنشن بتاع البلورا اللي موجود بين الريبس، بين الريبس وبين الميدياستاينوم. الاكستنشن ده بيبقى موجود في ايه؟ بلور. واللونج بتمتد فيه during inspiration، اثناء الانسبيريشن انتيريور بوردر بيدخل جوه الكوستو ميدياستاينال ريسيس. يبقى ده موجود between الريبس and sternum and mediastinum، بين الريبس والميدياستاينوم، وبيكونتين anterior border of the lung during inspiration. طب الكوستو دايفراجماتيك ريسيس، الكوستو دايفراجماتيك ريسيس اهو ده الاكستنشن بتاع البلورا اللي بين الريبس وبين الدايفراجم، between ribs and diaphragm. الريسيس ده بينكلود او بيدخل جواه الانفيريور border during inspiration لما يحصل expansion للونج. النقطة اللي بعد كده هي blood supply، والبلاد سبلاي انا اقصد هنا بس الارتيريال سبلاي مش عايز الفينس درينج. ارتيريال سبلاي بتاع ال احنا عندنا تو بارتس للبلورا، فيسرال وبارايتال. البارايتال بلورا بتتغذى بارتريز اللي احنا هنقول عليها دي. بتتغذى بايه؟ بتتغذى بانتركوستال ارتريز. بتتغذى بالانتركوستال ارتريز. بتتغذى كمان بالانترنال ثوراسيك او الانترنال ماماري ارتري، الانترنال ثوراسيك ارتري. بتتغذى ببرانشز من الفرينيك او البريكاردياكو فرينيك والماسكولو فرينيك، الماسكولو فرينيك والبريكاردياكو فرينيك. هو الماسكولو فرينيك ده جاي منين؟ ده واحد من التو تيرمينال برانشز بتاع الانترنال ثوراسيك. طب والبريكاردياكو فرينيك ده جاي منين؟ جاي من الانترنال ثوراسيك. يبقى مين اللي بتتغذى بالانترنال ثوراسيك
والبرانشز بتاعتها، حتى الانتركوستال الانتيريور منهم، الانتيريور انتركوستال طالعين من الانترنال ثوراسيك. يبقى السورس الاساسي بتاع البلاد سبلاي هو الانترنال ثوراسيك ارتري. طب والفيسرال بقى؟ الفيسرال دي زيها زي اللنج بالظبط في كل حاجه، حتى في البلاد سبلاي وحتى في النيرف سبلاي. عشان كده البلاد سبلاي بتاعها ايه؟ البلاد سبلاي بتاعها برونكيال فيسلز. البرونكيال ارتريز اللي بتغذيها جايه من على اليمين من رايت سب انتركوستال، ومن على الشمال من الديسندنج ثوراسيك اورت. طب ايه النيرف سبلاي؟ برضه هنقسمها، هنقسمها لايه وايه؟ لبرايتال وفيسرال. طيب البرايتال بلورا على حسب، على حسب ايه؟ كل جزء بيتغذى مختلف عن التاني. يعني مثلا الكوستال بلورا او الكوستو فيرتبرال بلورا زائد البريفرال بارت بتاع الدايفراجماتيك بلورا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكوستال اللي بره والجزء الخارجي من الدايفراجماتيك بلورا بيتغذوا بانه نيرف، بيتغذوا بالنيرف اللي اسمه انتركوستال نيرفز، بيتغذوا بالانتركوستال نيرفز. اما الجزء الثاني اللي هو الميدياستاينال بلورا هي والسنترال بارت بتاع الدايفراجماتيك بلورا، فدول بيتغذوا بالفرينيك نيرف. فرينيك نيرف. طيب والفيسرال بلورا بقى بتتغذى بايه؟ الفيسرال بلورا زيها زي اللنج، قلنا زيها زي اللنج في البلاد سبلاي وزيها زي اللنج في النيرف سبلاي. طب والنيرف سبلاي بتاع اللنج كان ايه؟ كان اوتونوميك نيرفز، اوتونوميك من البالمونري بلكسس، من البالمونري. تفرق في ايه الكلام ده؟ تفرق في ان اللنج اوتونوميك سمباثيك وبار سمباثيك، يعني ما فيهاش سنسيشن، ما فيهاش مش سوماتيك، ما فيهاش سنسيشن. لكن البرايتال بلورا لا سنسوري، علشان كده لو حصل تيومر في اللنج ممكن الواحد ما يحسش بيه ويفضل لحد ما يبقى ادفانسد ويحصل متاستاز والواحد ما يعرفش ان في كانسر في اللنج. لكن وانس ان حصل اريتيشن للبلورا سواء بانفلتريشن او موجود جواها مثلا فلويد او زاد البريشر فيها، اي حاجه من الحاجات دي هيحس بين شديد، لان هي بتتغذى بسوماتيك نيرفز. اخر معلومه عايزكم تعرفوها، في حاجه اسمها سوبرا بلورال ميمبرين. السوبرا بلورال ميمبرين ده غشاء مغطي الايبكس بتاع البلورا. مهم ليه؟ علشان لما يقول لك الايبكس بتاع اللنج متغطيه بايه؟ تقول له بالسيرفايكال بلورا وسوبرا بلورال ميمبرين. السوبرا بلورال ميمبرين ده عباره عن فايبرس ميمبرين. طب وده يفرق يعني عن البلورا؟ اه البلورا كانت سيرس ميمبرين مش فايبرس ميمبرين، لكن ده فايبرس ميمبرين بيكستند فروم transverse process of C8، transverse process بتاع cervical vertebra رقم 8، C7 قصدي، cervical vertebra رقم 7 to بيوصل لحد ال inner border of first rib. inner border of first rib بيوصل لحد ال inner border of first rib وبيغطي ال apex بتاع اللونج، علشان كده بيسموه سوبرا بلورال ممبرين، لان هو فوق البلورا اللي مغطيه ال apex بتاع اللونج. ده بالنسبه للاناتومي بتاع البلورا. في بعض المعلومات فيه مهمه ولازم تبقى عارفينها، زي الاجزاء بتاعه البلورا، زي الريسيسز بتاعه البلورا، زي السوماتيك نيرف سبلاي بتاعها. الكلام ده ممكن يتسال فيه، فلازم تبقوا عارفينها كويس. كده يعتبر خلصنا موضوع اللونج. المرة الجاية إن شاء الله هنكمل الدايفراج موني النيرفز بتاعت السوركس.